لله المقابله كما شفتوا اليوم ما كانت لي مباراه للنساء ما عرفناش هذا السيناريو كيفاش طرا. 13 الماتش ما خسرناش، 14 الماتش ما خسرناش في داخل الميدان ديالنا. هاد الهزيمه هادي ما كناش دارينا في الحسبان، مي الحمد لله. كانت واحد المباراه اللي في الشوط الاول ديالها كنا متاخرين نتيجه 3-1، كما كيعرف هاد النتيجه هادي ما كتشرفناش، مي حاولنا نتداركوا في الشوط الثاني، ولكن كان الخصم كان بيان كونسونطري علينا وكانوا هما المحتاجين للمباراه. الحمد لله حنا كما كان بغيت نقدم واحد التحيه للجمهور ديالنا اللي شجعنا طيله هذا الموسم وما بخلش علينا. بغينا نطلبوا منه السماح وما يمطم على هذه النتيجه هذه اللي كانت كارثيه داخل الميدان ديالنا. ان شاء الله الموسم القادم نتمنوا هذا الفريق هذا يحقق واحد الصعود اللي يكون تاريخي باش يفرح هذا الجمهور هذا اللي كبير تبارك الله. وهذا الفريق ما كما كنقولوا ماشي المرتبه ديالو هذه، ان شاء الله نتمنوا لهم التوفيق.